في عهد أي خليفة أموي أسس القائد حسان بن النعمان مدينة تونس. أسس القائد حسان بن النعمان مدينة تونس، أنشأها 82 هجرية بعد الانتصار على جيوش الروم، وبقت مدينة تونس قاعدة للمسلمين في المغرب الأوسط. أستاذ أشرف إجابتك؟ عبد الملك بن مروان. عبد الملك ابن مروان صح؟ صح. عمر موافق وعلي موافق، يبقى أنا كمان لازم أوافق. إجابة صحيحة. أول 10 نقط لعيلة زقزوق، النتيجة تعادل 10-10.